سيداتي أنسات ساداتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وتاني جولات وتاني لقاءات منتخبنا الوطني لكرة اليد ملوك أفريقيا وصناع السعادة في الرياضة المصرية، منتخب مصر الأول للرجال لكرة اليد في بطولة الأمم الأفريقية رقم 26 والتي تحتضنها أرض مصرنا الحبيبة في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، استاد الرعب وصالة الرعب لكل المنافسين. معلقكم الرياضي إيهاب رجب يسعدني أن أنقل لكم وقائع وأحداث هذا اللقاء في تاني لقاءات منتخب مصر في مواجهة منتخب الكونغو. لقاء الافتتاحي اللي أقيم بين منتخبنا الوطني وبين غينيا، واستطاع منتخب مصر الفوز وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 33-15 في لقاء كان بيتحسس كده منتخبنا الوطني أولى خطواته في بطولة الأمم الأفريقية 26. سريعا كده هنقول لحضراتكم زي ما سمعنا إلى الزملاء وإلى الكابتن هيثم السعيد في الاستوديو التحليلي وضيوفه الكرام الكابتن فوزي فضالي والكابتن سامح لبيب، إن هذه البطولة تقام على أربع مجموعات. المجموعة الأولى بتضم الرأس الأخضر كاب فيردي، الكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا. المجموعة الثانية مجموعة مصر بتضم مصر وغينيا والكاميرون والكونغو برازافيل. المجموعة الثالثة الجزائر والجابون، المغرب وليبيا. المجموعة الرابعة تونس كينيا أنغولا نيجيريا. أقيمت لقاءات المجموعة الدور الأول أو ضربة البداية لكل فرق البطولة مشاهدينا الكرام، حيث استطاعت الكونغو الديمقراطية الفوز على زامبيا 40-21، الرأس الأخضر على رواندا 52-27، الكاميرون فازت على الكونغو اللي أمام حضراتكم بالزي الأبيض أهي على يمين الشاشة، ومنتخبنا الوطني بالزي الأسود على شمال الشاشة. الكاميرون فازت 25-21 ومصر فازت على غينيا 33-15. المجموعة الثالثة الجزائر فازت على الجابون 31-27 والمغرب فازت على ليبيا 30-25. أما في المجموعة الرابعة والأخيرة تونس عملت أعلى سكور في البطولة حتى الآن بالفوز على كينيا 59-18 وأنغولا فازت على نيجيريا 26-24. انطلقت صافرة أحداث بداية اللقاء مشاهدينا الأعزاء مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، بطولة الأمم الأفريقية للرجال رقم 26 تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بتقام في الفترة من 17 وحتى 27 يناير 24. منتخبنا الوطني بيلعب بتشكيله في حراسة المرمى محمد علي وأحمد خيري أهو في مركز واحد ناحية الليفت، وجنبه مازن رضا على شماله، تصويبة من الباك وتلمها الجناح اليمين اللي داخل رقم 18 بويو ممبو ويحرز أول أهداف اللقاء. تاني علي زين وينزل بدريبلاية ويروح لمحسن رمضان. قلنا لحضراتكم تشكيل منتخبنا الوطني أهو، أحمد خيري صانع ألعاب والعقل المفكر ومحرك هجمات وصاحب الأسيستات في منتخبنا الوطني، الجناح اليمين أكرم يسري رقم 53، الجناح الشمال مازن رضا رقم 3، جناحين خط أمامي من منتخبنا الوطني ولاعبة نادي الزمالك. أكرم يسري بيخش ويصوب أول أهداف منتخبنا الوطني وإحنا بنلعب في الدقيقة الثانية أهو قدام حضراتكم مشاهدينا الأعزاء. أكرم يسري لاعب مواليد 94، لاعب نادي الزمالك، 172 سنتي مشاهدينا الأعزاء، شارك في حوالي 44 لقاء مع منتخبنا الأول وأحرز 132 هدف من هدافين منتخبنا الوطني. تاني منتخب الكونغو عن طريق اللاعب رقم 15 إيساسي بوريل
ليفت باك او الظهير الايسر، اهو اللي معاه الكوره يلعبها للسنتر هاف رقم 10 تاتي كوستوديس. تاتي اهو قدام حضراتكم رقم 10، لاعب قوي البنيه، يعني زي الافارقه ما هي متعودين منهم على القوة البدنية، لكن المهارات وقدرات لعيبة الهاندبول يعني قليلة شوية. فأول عكسي على محسن رمضان رقم 55 اللي راجع قدام حضراتكم بعد ما حاول يخش والدفاع بذكاء حصل على تيرن أوفر، وفاول عكسي على الهجوم المصري مشاهدينا الأعزاء. مستر خوان كارلوس باستور الأسباني على رأس الإدارة الفنية لمنتخبنا الوطني مشاهدينا الأعزاء، جهاز فني ايضا بيعاونه الكابتن هاني الفقراني مدرب عام، ومانويل سييرا الاسباني مدرب حراس مرمى، وايضا مانويل اورتيجا معد بدني، ومعاها تصويبه من مين؟ من هداف منتخب الكونغو رقم 15 اساسي بوريل الظهير الايسر او الليفت باك لمنتخب الكونغو، يحرز به تاني الاهداف. يمكن قلنا لحضراتكم على نتائج الدور الأول أو اللقاءات الأولى في جميع المجموعات مشاهدينا الأعزاء، وقلنا أيضا على المجموعات والأربع مجموعات والأربع فرق اللي بتضمها كل مجموعة، وآدي كرة على الدائرة من خيري زي ما قلت لحضراتكم لأحمد عادل رقم 80 سنتر فيرويد منتخبنا الوطني ولاعب النادي الاهلي، واللاعب اللي بيلعب بايده الشمال اللي بتلخبط وبتحير المدافعين، لان بيبقى كل تركيزهم وتعودهم ان لاعب الدايره بيكون بيلعب بايده اليمين، فبيركز دفاعاته ناحيه ايده اليمين وبيسيب ايده الشمال خاليه، وعشان كده بيستغلها عادل ويحرز بيها تاني الاهداف. كوره توصل من محمد علي حاول يعملها في المرمى الخالي، لكن الخطأ كان غالي من محمد علي المرة دي بقى مش من مدافعين الكونغو، لأن الكرة ما تجيش داخل الشباك الكونغولية وتبقى رمية مرمى يلعبها على طول منتخب الكونغو. منتخب الكونغو بيسحب حارس المرمى، المدير الفني بيسحب حارس المرمى وينزل لاعب بيلعب بسبع لاعبين اهو قدام حضراتكم، بيلعب باثنين صناع لعب، اثنين راس حربة او مش راس حربة صانع العاب وبلاي ميكر وسنتر هاف، واحد واقف قريب من نص الملعب اللي هو رقم 10 تاتي، وقدامه اللاعب رقم 17، وبيخش منتخب الكونغو عن طريق مين؟ زي ما قلت لحضراتكم هدافي تاني 15 اساسي يحرز بيها ثالث الاهداف، وبيرد على طول مازن رضا من تمريرة علي زين اللي اداها له في الجناح، ودخل مازن رضا لاعب منتخبنا الوطني الليفت وينج الجناح الايسر لمنتخب مصر ولاعب نادي الزمالك، ويحرز ثالث اهداف المنتخب المصري. يمكن الهدف الماضي اللي احرزه منتخب الكونغو لم يحتسب، وكان فيها خطأ على الهجوم وتصويبه وصفارة وفاول ورمية حرة لمنتخب الكونغو عن طريق مين؟ التصويبة عن طريق تاتي كوستوديس اللي قدام حضراتكم اللي معاه الكورة. اهو شايفين حضراتكم تاتي راجع ورا لحد دايرة منتصف الملعب دايرة الارسال، وبينزل دلوقتي في الظهير الايسر في الباك، ويروح 15 اساسي و64 بيلعب في الرايت باك او الظهير الايمن ايكاما مبون، وتوصل لتاتي اللي الصفاره وبيطلب منه الحكم يطلع بره التسعه عشان تنفذ الرميه الحره. تاتي والتصويبه، محمد علي والتصدي بمعاونه الدفاع المصري اللي بيأديه ابراهيم المصري بامتياز حتى الان، محسن رمضان لمازن رضا لعلي زين في الليفت باك لخيري، بيهدي خيري وينظم ملعبه ويظبط صفوفه تاني، ويطلع المصري في من الحاله الهجوميه، وهينزل احمد عادل على الدايره. التغييره بقى اللي حفظناها وتعودنا عليها
من خوان كارلوس باستور، الصخرة الدفاعية ذا روك إبراهيم المصري بيأدي دوره في الدفاعي وبينطلق في الحالة الهجومية مع الهجمة السريعة لو في فاست بريك، ولما الهجمة بتتحول لهجمة منظمة بيرجع تاني إبراهيم المصري يطلع وينزل أحمد عادل. وآدي الكرة اللي كنت بقول لحضراتكم عليها عن طريق مين؟ عن طريق أحمد عادل أو رقم 80 اللي بيحرز رابع أهداف منتخبنا الوطني. مشاهدينا الأعزاء، استلم كرته ولف ودار ونقل الكرة من اليمين لإيده الشمال وصوب تصويبة قوية بتعانق الشباك الكونغولية، ومعاها 4-2 الكونغو، وبنلعب في الدقيقة 8 من زمن وأحداث الشوط الأول. مشاهدينا الأعزاء، لاعب رقم 99 قطع الجناح الشمال مبومبو ويقطعها الدفاع المصري وتوصل من محسن رمضان لأكرم يسري، لكن بيتصدى حارس المرمى. هل هو بكولي دومينيك رقم 1؟ ده اللي هنتابعه. طلع تاني حارس المرمى ونزل منتخب الكونغو اللاعب الزيادة، بيلعبوا بلاعب زيادة في خط الظهر. مشاهدينا الأعزاء، احنا تعودنا عن طريق اللقاءات والمباريات اللي بنتابعها، لكن لما نشوف تاتي عمل خداع وفنت جميل وتصويبة قوية تخدع بيها الدفاعات المصرية وتعانق الشباك، شباك محمد علي حارس مرمى منتخبنا الوطني ولاعب نادي الزمالك السابق والمحترف في الدوري الأسباني حاليا. محمد علي لاعب مواليد 92، 184 سنتيمتر، يمكن يبان ان عنده زيادة في الوزن، لكن هو بيعوض دي عن طريق الرشاقة والمرونة وسرعة رد الفعل اللي بيأدي بيها بمستوى عالي الحقيقة، وبيرد على طول محسن رمضان بارتقاء وإحدى قاذفات أهداف الجو جو بقى من منتخبنا الوطني عن طريق 55 محسن رمضان، عشان نبقى ثلاث خمسات، 55 رقم محسن رمضان وخمسة أهداف المنتخب المصري في الشباك الكونغولية. أهو تحت النتيجة امتي جول، مرمى خالي بالرغم إن مفيش نقص عددي، لكن بيحاول منتخب الكونغو يقطعها الدفاع المصري، توصل لمازن رضا ويروح مازن يحاول يعدي، هيعمل تمريرة عرضية لكن دفاع معاه وارتداد دفاعي قوي. وآدي الإعادة هي بتاعت أحمد عادل والتصويبة بتاعت محسن رمضان. أحمد عادل واخد انتباه الدفاع ومثبته تحت على الدايرة عشان ما يقابلش الخط الخلفي، خط النار وخط إطلاق القذائف والأهداف الجو جو والجو أرض والأرض أرض اللي بيطلقها خط الظهر لمنتخبنا الوطني المتمثل فيه علي زين اللي معاه الكورة في الليفت باك، ومحسن رمضان اللي معاه الكورة دلوقتي رقم 55 في الرايت باك. وحاول محسن يلعب تمريرة عرضية لكن يقطعها الدفاع الكونغولي ويروح هجمة مرتدة عن طريق كيلانتيما إفريم ويصوب رقم 17 رابع أهداف منتخب الكونغو. خيري لمحسن رمضان ويقف محسن على كورته يهدي ويرجعها تاني لخيري، ودفاع قوي من إيساسي بوريل ويمنع الهجمة من إن هي تكتمل للهجوم المصري. محسن رمضان، خيري في نص الملعب على يمينه رمضان اللي معاه الكورة لخيري، ويخش خيري ويخترق خيري ويموه خيري ويسجل خيري ويصوب خيري، ومعاها سادس أهداف منتخبنا الوطني من أحمد خيري لاعب منتخبنا الوطني. وإعادتنا أهي اللي فيها كل الإفادات لناشئين وناشئات ولاعبين كرة اليد المصرية اللي بيتابعوا هذا اللقاء، سواء كان من مدرجات الصالة الرئيسية باستاد القاهرة أو من عبر شاشات التلفزيون اللي بتنقل هذه المباريات وهذه البطولة، وخصوصا لقاءات منتخبنا الوطني ومعاها اختراق عن طريق اللاعب رقم 15 إيساسي بوريل. قلت ده العقل المفكر ومصدر الخطورة على الدفاعات المصرية، بيخترق وبيغير مركزه ويروح إيساسي هو رقم 15 ودخل ما بين واحد واثنين ما بين مازن رضا وما بين خيري واخترق
وتصدى محمد علي، وبالرغم من تصدي محمد علي كان في صفارة لأن كان في دفاع من داخل الستة متر، ومعاها أولى تصديات محمد علي للرمية الجزائية. بيتصدى محمد علي للرمية الجزائية ويمنع الكرة من الوصول للشباك المصرية. يمكن المباراة، مباراة الانطلاق وبداية البطولة لمنتخبنا الوطني، أداها أغلب أوقات اللقاء. يمكن محمد علي ما شاركش إلا في أوقات قليلة جدا، ويمكن كريم هنداوي حارس مرمى منتخبنا الوطني هو اللي شال هذا اللقاء بأكمله، وهو خد فعلا مان أوف ذا ماتش بنسبة تصديات عالية جدا، وصلت إلى حوالي 62% تصديات كاتونجا اللي على مقاعد البدلاء ودكة الاحتياط وبنك الاحتياط لمنتخبنا الوطني في هذا اللقاء حتى الآن. يمكن كريم هنداوي نسبته كانت 60.5% بنسبة تصدى من 23 تصويبة من 38 تصويبة، وهي نسبة عالية جدا في لقاء غينيا. مشاهدينا الأعزاء، اللي أدى فيها كريم هنداوي وحصل على مان أوف ذا ماتش. هجمة تانية وفاول عكسي على الهجوم الكونغو، وبيتلم الكرة على طول محسن ويلعبها لمازن رضا اللي يروح مازن ويصوب في المرمى الخالي أهو، بعد عن المدافع اللي كان بيعمل الارتداد، وكان راجع حارس المرمى بيحاول يغطي شباكه عشان هما بيلعبوا منتخب الكونغو. أعزائي المشاهدين بيلعب بسبع لاعبين وعلى طول المرمى خالي بدون ما يبقى فيه نقص عددي نتيجة الإيقافات، لا هو متعود كده بيلعب أهو، وفي لاعب زيادة بيلعب في خط الظهر عشان يحاولوا يعلوا التحركات وتشتيت الانتباه للدفاعات الفرق المنافسة. تصويبة قوية وصفارة بعد ما تخطت الهجمة الكورة خط المرمى المصري، ومعها الهدف الخامس للكونغو. سبعة مصر خمسة الكونغو، داخلين على منتصف الشوط الأول. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أحمد خيري على يمينه، محسن رمضان، أكرم يسري في الجناح اليمين بيسلم ويقطع على الدائرة وينزل في الجهة العكسية وتوصل من علي زين إلى أحمد عادل، لكن بعد ما أحرز الهدف كان معاها صفارة من طاقم التحكيم. أعزائي المشاهدين، وبيقول وآدي التصويبة وآدي الكرة اللي ارتطمت في بطن العارضة وتخطت خط المرمى وارتطمت من الداخل وخرجت بره، لكن احتسبها طاقم الحكام لهذا اللقاء. نزل دلوقتي اللاعب رقم 70 وادي فاول عكسي بياخده علي زين بذكاء على الدفاعات على الهجمات الكونغو، وعلي زين بقى وهيخش علي ويعمل تصويباته الناريه القويه ويصوب بعد ما عدى وعمل مروحة كده وخداع قوي ولف دراعه وصوب، لكن لسوء حظه الكرة تطلع بره التلات خشبات وتبقى رمية مرمى لمنتخبنا الوطني. قلنا أعزائي المشاهدين إن عندنا يمكن منتخبنا الوطني أهو بيلعب بستة صفر أو خمسة واحد بخروج مازن رضا ومحمد علي والتصديات اللي بيقفل مرماه تماما ويمنع الكوره تصويبه رقم 18 مويوي هو، لا ده رقم 4 مباني مبيكا يتصدى لها محمد علي، لكن الكوره ترتضم بالدفاعات المصريه وهي جوه 6 متر رجله محسن، فتبقى فاول ورميه حره لمنتخب الكونغو. تاني هيحاول رقم 8 مالوندا مابيلي اللي معاه الكرة اهو بيلعب صانع ألعاب دلوقتي ويغير مركزه ويتقاطعات للخط الخلفي ويروح 64 وينزل الكرة على الدايرة من إيكاما إلى 18 مويوي اهو اللي استلم كرته وصوب على يمين محمد علي
في الشباك الكونغو، وعشان تقترب النتيجة وتبقى فارق هدف واحد أعزائي المشاهدين، وإحنا بنلعب في الدقيقة 17 من زمن وأحداث الشوط الأول. قلنا لحضراتكم منتخبنا الوطني بيأدي بدون ما يخش باحتكاكات عشان يهمه طبعا ان هو يحسم اللقاءات لصالحه ويطلع للدور الثاني بالعلامة الكاملة، وده اللي متوقع طبعا. ومعاها على طول بقى لما لقى مستر خوان كارلوس باستور المدير الفني اهو لمنتخبنا الوطني امام حضراتكم بيطلب التايم اوت، الوقت المستقطع، عشان يدي توجيهاته وتعليماته الى لاعبته. نستمع كده مستر خوان كارلوس هيقول ايه لاعبتنا، ونتابع بعد انتهاء الشوط الوقت المستقطع الاضافي اللي طلبه. وادي في المعسكر اخر معسكر الكونغو، المدير الفني لمنتخب الكونغو بيطلب من لاعبته التركيز والتحركات في الدفاعيه والتأفيل والتاكيد في التخليص وعدم ارتكاب الاخطاء في الهجمات. اما في معسكر الفراعنه صناع السعاده للجمهور المصري وفخر افريقيا على المستوى العالمي، طلب مستر خوان كارلوس باستور من لاعبته ان احنا ما نرتكبش برضو الاخطاء، وادي تحركات الخط الامامي وعلى طول بينفذ التعاون ما بين الخط الخلفي والخط الامامي. الخط الخلفي متمثل فيه علي زين وخيري ومحسن رمضان، والخط الامامي متمثل فيه الجناحين ولاعب الدايره اللي هم اكرم يسري ومازن رضا واحمد عادل على الدايره. وفعلا يسري بيقطع ويستلم كورته بكل ارتياحيه واريحيه ويصوب ويسجل ويحرز الهدف الثامن لمنتخب مصر. 8 مصر 6 الكونغو. ادي الدفاع اهو 5-1 بخروج مازن رضا بره، بيطلع يقابل ويرجع تاني الدفاع الى 6-0، وتصويبه برده قويه عن طريق 64 إيكاما إيباتا يصوب ويحرز. وادي تاني اهو علي زين خيري ينزل الكرة الى اكرم يسري، لكن اكرم ما استلمش الكرة، حاول يعمل متابعة ويعملها باك هاند لكن ارتضمت بالقائم ورجعت، حاول يلمها علي ويصوب، سجلت في الشباك لكن ما حسبهاش طاقم التحكيم واحتسبها فاول لصالح منتخبنا الوطني. قلنا لحضراتكم كمان مشاهدينا الاعزاء على اللقاء الافتتاحي اللي جمع ما بين منتخبنا الوطني وغينيا، وادي تصويبه وتصدي، تصويبه من احمد عادل وتصدي اهو بكل روح رياضيه بيقومه الدفاعات الكونغو. احمد عادل استلم لف، استلم باليمين ولف وصوب على كيبوانجا روماريك حارس مرمى منتخب الكونغو. علي زين في نص الملعب لخيري لمحسن رمضان، ارتقاء من محسن وتمريره لعلي زين لخيري، ويعمل خداع خيري كده انه هيمرر لاكرم يسري، راح الدفاع حط الدريبلايه وراح تاني وصوب، لكن يتالق ويتصدى روماريك اهو قدام حضراتكم اللي بيستحق التشجيع وتحيه، وادي خداع خيري لكن بيتصدى لها روماريك اهو، وبيحمس نفسه وبيحيي نفسه بصرخه سعاده كده بالتصدي اللي تصدىه. ادي تاتي جه في الليفت باك وراح 8 مالوندا في نص الملعب ويقطع الجناح الشمال 99 موبومبو مبوتي وتوصل على الدايره وتقع منه، يلمها محمد علي ويلعبها لمازن رضا ويروح مازن ويصوب ويحرز الهدف التاسع لمنتخبنا الوطني. اهو محمد علي مرر على طول بعد الكره ما وقعت من هجوم الكونغو، عمل مازن الخداع كده كانه هيصوب عشان
يشتت انتباه وتركيز حارس المرمى للتصويبة ويصوب ويحرز الهدف التاسع. 9 مصر 7 الكونغو. بنلعب في الدقيقة 21 أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. مالوندا يصوب، مالوندا يتصدى وتطلع رمية جانب لصالح منتخب الكونغو. جيتاتي تاني في نص الملعب صانع لعب، وعلى يمينه 64 إيكاما، وعلى شماله 8 مالوندا، ويصوب تاتي لكن بره الثلاث خشبات ويلمها محمد علي على طول. علي زين، خيري، محسن رمضان يخترق ويتوغل، يصوب ويسجل. 10 مصر 7 الكونغو. انتهى، كان في ايقاف دقيقتين اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وادي الاعاده هي اللي فيها كل الافاده. ارتقى عالي وصوب، وادي تشجيع من خارج الخطوط من مهاب سعيد وايضا احمد عادل واخوان كارلوس باستور لمحسن رمضان. وهنا بيطلب المدير الفني لمنتخب الكونغو الوقت المستقطع التايم اوت عشان يدي تعليماته للاعبته. وكان قدام حضراتكم برضو خوان كارلوس باستور المدير الفني الاسباني، اللي احنا المدرسه الاسبانيه اللي احنا شغالين عليها بقالنا اكتر من حوالي 4 سنين تقريبا او 5. تمثلت البدايه كانت مع ديفيد ديفيز المدير الفني لمنتخبنا المصري سابقا، وبعدين رحل ديفيد ديفيد وجه باروندو جارسيا المدير الفني الاسباني ايضا، ثم حاليا بعد ديفيد ديفيد نجح النادي الاهلي في التعاقد معاه عشان يقود كره اليد الاهلاويه، وثم جاء باروندو جارسيا، روبرتو باروندو جارسيا، ثم حاليا خوان كارلوس باستور، وهو احد يعني هنقول لحضراتكم احد كبار مدربين كره اليد الاسبان اللي بيقود منتخب مصر. وادي تصويبه بتخدع محمد علي كده بعد ما حاول ان هو يمسك الكوره اهو، ويعني واضح نظره كده وابتسامه ساخره من الكوره ان هي وصلت لشباكه عن طريق محمد علي. نزل دلوقتي عبد الرحمن فيصل رقم 10 اللي قدام حضراتكم الليفت باك، ونزل برضو 45 سيف الدرع، وابتدينا اهو ادي الروتيشن بقى التدوير اللي بيعتمد عليه مستر خوان كارلوس باستور، واللي اتكلم عنه ضيوفنا ومحللينا في الاستوديو التحليلي مع الزميل كابتن هيثم السعيد. ادي التصويبه، يمكن ادي الاعادات اهي اللي فيها كل الافادات. هنا الكره خدعت محمد علي وما نجحش انه يمسكها ويتملكها في ايديه، وايضا برضو التصويبه عبد الرحمن فيصل لما صوب برضو نجح ان هو يخدع حارس المرمى وما قدرش انه يمسك الكوره ويحرز بيها الهدف ال11، عشان تبقى النتيجه 11 مصر 8 الكونغو. وادي الروتيشن اللي قلنا لحضراتكم عليه واتكلمنا عليه، والتصويبه برضو السريعه عن طريق مين؟ عن طريق اوكوكو رقم 70، اوكوكو الينجا على يمين محمد علي، ومعها الهدف التاسع. ويخش سيسا بقى اللي نزل برضو في الروتيشن اللي عمله مستر باستور، نزل احمد هشام سيسا اهو رقم 79 الليفت وينج او الظهير الجناح الشمال جناح الايسر لمنتخبنا الوطني، ونزل اكرم يسري زي ما هو، نزل سيف الدرع، ونزل عبد الرحمن فيصل، وايضا مهاب سعيد، ومحمد علي في المرمى زي ما هو. تاتي بيعامل المحاوله للاختراق والتوغل في الدفاعات المصريه، لكن فيصل والدفاع القوي، وابتدى نعدل بقى الطريقه الدفاعيه بان احنا نلعب
دفاع ضاغط شويه على الخط الخلفي بخروج اكرم يسري اهو ومهاب سعيد للمقابله، ثم الرجوع بعد كده للتغطيه وقفل منطقه المرمى، وادي كان فيها دفعه كده، كان فيها دفعه من ابراهيم المصري، لكن دفاع بكل سلامه ما فيهوش اي عنف، لكن كان في سيميليشن واهو على اللاعب رقم 18 بويوي مبو اللي خد كارت اصفر نتيجه ادعاء السقوط، نتيجه ادعاء الدفع، وبيعمل سيميليشن على الحكام فعلى طول اداله. وقعت الكره من الهجوم الكونغو، حاول ابراهيم المصري انه يعمل متابعه عليها، لكن اساسي لم كورته ونام عليها ومسكها، وبقت صفاره وفاول ورميه حره لمنتخب الكونغو. ابتدى هو الدفاع زي ما كان مستر باستور بيطلب من لاعبته ان هو يقابله في الخارجي، ورايح سيسا ويخش سيسا ويروح بالدريبل فاست بريك لوحده ويخترق ويعدي الدفاع ويصوب على شمال حارس المرمى الهدف. اهي الكره وقعت، لمها سيسا، حط الدريبلايه وراح وعدى من الدفاع اللي كان بيحاول يعمل ارتداد دفاعي وصوب الهدف ل 12. 12 مصر 9 الكونغو. بنلعب في المنحنى والمنعطف الاخير من زمن واحداث الشوط الاول. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، بنلعب في بدايه الدقيقه 26 والتقدم لصالح منتخب مصر بفارق 3 اهداف. يمكن على مدار المقابلات السابقة لمنتخب مصر في مواجهة الكونغو، لم يحدث إن الكونغو حققت المفاجأة قبل كده ولا مرة. يمكن التقينا مع منتخب الكونغو في بطولة الأمم الأفريقية 2016، واستطاع منتخبنا الوطني أنه يحسم النتيجة لصالحه 39-18. وأيضا التقينا مع منتخب الكونغو في 2018، وأيضا نجح منتخبنا الوطني أنه يحسم النتيجة لصالحه 37-22. ويمكن هم دول اللقاءين اللي لعبهم منتخبنا الوطني أمام منتخب الكونغو. تاني تصويبة قوية عن طريق مين؟ عن طريق اللاعب رقم 9 لكيبي إليلا. اهو ارتقاء عالي وتصويبه في السوكه في المقص كده في الثمانيات على يمين محمد علي، يحرز بيها الهدف العاشر، وبيرد على طول مهاب سعيد لاعب منتخبنا الوطني الرايت باك لمنتخب مصر، ويحرز الهدف ال 13. مهاب لاعب الحقيقه صغير السن، لاعب النادي الاهلي السابق وحاليا محترف فيه. وعلى طول كره ثانيه تصويبها، هقول لحضراتكم بقيه بيانات مهاب، بس لما نتابع الهجمه السريعه عن طريق مين؟ عن طريق سيف الدرع اهو اللي راجع قدام حضراتكم، رقم 45 سيف الدرع، استلم كورته وحط الدريبلايه وصوب بدون ارتقاء كده وهو بيجري، تصويبه بريست ايده قويه تعانق الشباك عشان يزيد الفارق الى 4 اهداف. سيف الدرع واحد نجوم منتخب مصر للشباب الحاصل على ثالث العالم مع كابتن طارق محروس مواليد 98. سيف الدرع لاعب محترف، لاعب نادي هليوبلس سابقا ثم الزمالك ثم حاليا سيف الدرع محترف في الدوري الفرنسي. وادي اهي الاعاده والتصدي الرائع لمحمد علي، وتحيه كاتونجا بقى
أبو ياسين ملك المباراة الماضية لمنتخبنا الوطني تصويبة قوية عن طريق مالوندا مابيلي رقم 8 لكن بره الثلاث خشبات وتبقى رمية مرمى. بنلعب بقى اخي كده داخلين في الدقيقة الأخيرة الدقيقة 29 وعلى طول مهاب اهو بيقول لي يا كابتن إيهاب 131 سنتي لما تصوب من الحركة يبقى التصويبة بتيجي من الجو من فوق بطول 191 سنتي في أرضية على يمين المرمى الهدف ال 15. 15 مصر 10 كورغو متبقي 30 ثانية تقريبا بنلعب في آخر ثواني الشوط الأول أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي والتقدم حتى الآن والسيطرة والغلبة لمنتخبنا الوطني وثبات بقى من بين المدافعين وآدي سند اللي بيحرز أهدافه عن عمد بقى وآدي تاني أهو تعاون ما بين الخط الخلفي سيف الدرع ومهاب سعيد ويصوب ويحرز مهاب الهدف الستاشر عشان يرد على تصويبة الكونغو وآدي تمريرة سيف لمهاب ومعاها صافرة نهاية أحداث الشوط الأول أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان بتقدم منتخبنا الوطني على منتخب الكونغو بنتيجة 16 مصر 11 الكونغو. شكرا أعزائي المشاهدين على متابعتكم معنا استراحة قصيرة ويطير الميكروفون من الصالة الرئيسية باستاد القاهرة إلى الاستوديو التحليلي وكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكابتن فوزي فضالي والكابتن سامح لبيب عقب استراحة قصيرة ولا تذهبوا بعيدا على أن نلقاكم مع بداية أحداث الشوط التالي. سادتي أنسات سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى بعد انتهاء الاستراحة ما بين الشوطين وبعد الاستماع إلى الزملاء الزميل هيثم السعيد في الاستوديو التحليلي وضيوف الكرام الكابتن فوزي فضالي والكابتن سامح لبيب انتهى الشوط الأول مشاهدينا الأعزاء بتقدم منتخبنا الوطني 16 مقابل 11. ادي طاقم التحكيم امام حضراتكم تعليمات كده عبد الله فاي وفاضل ديوب من السنغال رميه الارسال مع منتخبنا الوطني وادي جانب كده من الحضور والجمهور المصري اللي بيؤازر ويشجع منتخبنا الوطني وادي بن فاطمة زورة مراقب المباراة من الاتحاد الافريقي اتلعبت رمية الارسال ونزل بقى دلوقتي اهو الروتيشن اللي قلت لحضراتكم عليه مستر خوان كارلوس باستور عمل الروتيشن ما بين محمد ممدوح هاشم 89 الرقم والمواليد نجل المرحوم الكابتن ممدوح هاشم احد نجوم كره اليد في نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني وادي سيف الدرع والكره على الدايره لمحمد لسيسا اللي قطع فيصل لمهاب مهاب والتوغل والاختراق وادي حارس المرمى بيتصدى روماريك رقم 20 يلم تاني الكونغو على مهله وما زالت لسه النتيجة كما انتهت وقالت إليها صافرة نهاية الشوط الأول من عبد الله فاي 16 مصر 11 الكونغو تاني تحركات الكونغو وابتدى دلوقتي عن طريق لاعب الدايرة
ولكن كان جوه الستة متر، استلم كرته وصوب، لكن معاها إشارة الصفارة وكرة تمريرة من محمد علي مش مظبوطة تطلع بره رمية جانب لصالح منتخبنا الوطني. آدي مهاب وآدي تألق بقى رقم 20 اهو قدام حضراتكم، كيبوانجا روماريك حارس مرمى الكونغو. تاني تمريرات عرضية كده، وادي تاتي وبيروح دلوقتي مين ده رقم 70 اوكوكو إلينجا يصوب، لكن يتصدى محمد علي ومتابعة على الكرة تاني عن طريق 64 إيكاما أبياتا، ويسجل بعد تصويبة قوية عشان توصل للشباك المصرية وتبقى الهدف ل 12. قلنا لحضراتكم زي ما سمعنا من زملائنا في الاستوديو التحليلي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، قلنا النتائج وآدي التصويبات وآدي الأهداف وآدي عبد الرحمن فيصل رقم 10 اللي قدام حضراتكم الليفت باك يصوب كورة قوية، استلم مهاب والإعادة هي، وده التصدي بتاع روماريك. وخوان كارلوس باستور وحديث كده جانبي ما بينه وما بين بنك الاحتياطي ودكة البدلاء والخط الخلفي لمنتخبنا الوطني علي زين. تاني إساسي لتسعة الرايت باك لكيبي إليلا، وبيحاول مين إساسي بيحاول، لا ده تاتي بيحاول، لكن خالد وليد هو اللي نزل قدام حضراتكم رقم 18 السنتر فيرود ليه منتخبنا الوطني ولاعب نادي الزمالك. تاني اختراق وتصدي من محمد علي ومهاب لمين للدرع لسند بقى اللي هيخش بقى من الجناح اليمين الرايت وينج محمد سند لاعب نيم الفرنسي واحد الأجنحة المغردة في سماء أوروبا، لاعب محترف وحصل على أفضل جناح في الدوري الفرنسي ولاعب هداف ضمن صفوف نادي نيم الفرنسي محمد سند الرايد وينج لمنتخبنا الوطني. 91 المواليد 188 سنتي محمد سند. أعزائي المشاهدين يمكن لعب قبل انطلاق هذه البطولة لعب 162 لقاء مع منتخبنا الوطني وأحرز 401 هدف، يمكن هو من كبار هدافين المنتخب الوطني، يمكن بيسبقه علي زين ب 429 هدف وسند 401 هدف من 162 مباراة. 19 مصر 12 الكونغو، تمريرة عرضية وتقع يحاول يلمها لكن تقع من ايده تاني ويقطعها خالد وليد للسند لسيف الدرع لسيسا ومن سيسا للشباك عشان روماريك كيبوانجا يجيبها من الشبكة على طول. اهي الاعادة، استلم ووسع لنفسه وطلع بره نطاق تصدي روماريك احمد هشام سيسا لاعب النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، ويحرز بيه الهدف في الشباك الكونغولية. وعلى طول بيطلب المدير الفني للكونغو التايم اوت. تابتي يونس وادي اخوان كارلوس باستور والتعليمات بقى والتوجيهات، والكابتن هاني الفخراني برضو معاه. وعلي زين وحديث ما بينه وما بين اخوان كارلوس باستور.
علي زين لاعب النادي الأهلي سابقا ولاعب في عدة أندية أعزائي المشاهدين، ولعب في برشلونة الأسباني ولعب في الدينامو بوخارست، اللي الحقيقة بيقدم لقاءات مع منتخبنا الوطني وهو من هدافين قلنا منتخبنا الوطني ب 429 هدف من 101 مباراة. بيرد على طول سند اهو اللي بقول لحضراتكم، بيزود الغلة التهديفية بقى في الشباكة الكونغولية. فيصل لسند اللي قطع من الجناح اليمين على الرايت وينج وجي في نص الملعب تحت علامة الجزاء كده ونقطة السبعة متر اللي قدام حضراتكم، الخط الأبيض ده اللي بين الستة متر والتسعة متر، واستلم كورته ولف وبص وسجل باقتدار سند بينهي الهجمة في الشباكة الكونغولية. 21 مصر 12 الكونغو، تصويبة برة الثلاث خشبات. ابتدى الدفاع المصري يبقى أفضل وما يديش مجال للهجوم الكونغو إن هو يخترق ويصوب، وعلى طول مهاب برضو بيرد ويزيد الفارق بقى بعد ما كان الفارق في الشوط الأول في الثلاثين دقيقة انتهى بفارق 5 أهداف 16-11 لصالح منتخبنا الوطني. حتى الآن النتيجة 22-12، يعني فارق 5 أهداف وإحنا لسه بنلعب في الدقيقة 7 من زمن وأحداث الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. وقفلها لهم محمد علي بيقفل المرمى تماما على هجمات وتصويبات منتخبنا منتخب الكونغو. ووصلت الكرة تانية لخالد وليد، وادي واضح عدم الرضا على خوان كارلوس باستور ان ازاي خالد وليد يقع فيه، وادي التصدي والاعادة لمحمد علي اهو استلم صوب تصدى محمد علي قافل تماما، وادي بيوجه كده خالد وليد وبيقول له على الهجمة الماضية اللي عمل فيها خالد وليد الفاول العكسي، لانه شايف المدافع واقف قدامه ما اتحركش وهو ما عملش اي خداع ولا اي مهارة تخليه يخدع بيها المدافع، فايه على طول ارتضم بالمدافع وبقى التيرن اوفر وهجمة عكسية على منتخبنا الوطني وفاول عكسي على الهجوم المصري. تابتي يونس اهو وتعليمات على طول المدير الفني لمنتخب الكونغو للاعبته، وادي مازن رضا بيجري عمليات الاحماء خلف دكه البدلاء لمنتخبنا الوطني. محمد علي يتصدى لمهاب لسيف لعبد الرحمن فيصل لسيسا، لكن اشاره اهي عبد الله فاي ان هو كان دايس على خط الست امتار وهو بيصوب بالرغم الهدف، لكن لم يحتسب هذا الهدف. يمكن لسه أغلب اللاعبين اختراق كده وخداع على الدفاعات المصرية عن طريق مين؟ عن طريق رقم 9 لكيبي قليلة اهو اللي قدام حضراتكم، عمل اختراق وحط كرة لوب لكن لم تحتسب عشان كان في دفاع وكان هو من داخل الستة متر، فاحتسبت رمية جزائية بيتصدى لها على طول اوكوكو اولينجا رقم 70 ويحرز بيها الهدف 13. تاني اهداف منتخب الكونغو واحنا بنلعب في الدقيقة 10 من زمن واحداث الشوط الثاني اعزائي مشاهدي قناة النادي الاهلي. يمكن الشوط الاول كانت الاهداف لأن الدفاعات المصرية كانت يعني في عدم تركيز شوية، وادي كرة على الدايرة لسيسا يخش سيسا ويصوب وبيطلب رمية جزائية لأن كان في دفاع من الداخل. أحمد هشام سيسا هو رقم 79، لكن إشارة طاقم التحكيم فاضل ديوب وعبد الله فاي السنغاليين، وادي كرة تاني على طول لسيسا توصل له في الجناح يسجل بنجاح ويحرز الهدف. وادي باستور اهي والاعاده اهي بتاعه خالد وليد، وادي سيسا بقى المره دي ظبط
رجله على خط الستة متر وارتقى عمل الجامب بتاعه من بعيد شوية عشان ما يدوسش وما يبقاش فيه أي حجة لطاقم التحكيم السنغالي اللي بيحكمه وبيقوده هذا اللقاء تحكيميا. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، 23 مصر 13 الكونغو، محاولة للتصويب، وآدي تابتي المدير الفني، وآدي مولوندا رقم 8، مالوندا مبايلي، وقلنا برضو لحضراتكم واستمعنا للزملاء في الاستوديو التحليلي ان المواجهات اللي هتكون بعد الدور الاول اللي هو بقى هيبقى دور الثمانية، ان احنا عندنا مصر في المجموعة الثانية هتلعب مع المجموعة الرابعة، يعني واحد مع ثلاثة واثنين مع أربعة. المجموعة الأولى بتضم الكونغو وزامبيا والرأس الأخضر ورواندا، وغالبا الرأس الأخضر هتبقى على قمة ترتيب هذه المجموعة اللي هي حتى الآن على ترتيب قمة هذه المجموعة في بطولة الأمم الأفريقية الستة وعشرين والمقامة على أرض مصرنا الحبيبة. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، صفارة، وكان في محاولة من إساسي بوريل لكن بيطلب عبد الله فاي ان الكوره ترجع تتلعب من مكانها، وبيهدي الملعب لعيبه منتخبنا الوطني. يمكن لقاءات النهارده اعزائي المشاهدين، كينيا واجهت انجولا وحسمت انجولا اللقاء لصالحها 48-20، ودي ضمن لقاءات المجموعه الرابعه. وايضا الكونغو الديمقراطيه في مواجهه رواندا في المجموعه الاولى، استطاعت الكونغو ان هي تفوز ب 38-20، وفي مجموعه مصر المجموعه الثانيه الكاميرون وغينيا، واستطاعت غينيا ان هي تفوز بنتيجه 23-19. اما في مجموعه مصر المجموعة الثانية لقاء مصر وكونغو، وحتى الآن وإحنا بنلعب في الدقيقة 43 والنتيجة 24-13. وأيضا في لقاء بيقام في نفس هذا التوقيت يجمع ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب الليبي، والنتيجة حتى الآن وإحنا بنلعب في الدقيقة 38 من زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة، يعني الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني، 20 الجزائر 12 ليبيا. قلت لحضراتكم ان يعني ان شاء الله منتخبنا الوطني، وادي يعني روح ما بعدها روح ما بين حارسي والسدود العالية لمصرنا الحبيبة ولمنتخب الفراعنة أبطال أفريقيا ما بين محمد علي وكاتونجا. تاني الكونغو تاني، ومحاولة كده وخداع وتغيير اتجاهات عن طريق أوكوكو إلينجا رقم 70 يحرز بيها الهدف ال 14. مهاب لسيف الدرع لعبد الرحمن فيصل لمين دلوقتي؟ مازن رضا اللي دخل وعمل الروتيشن تاني مكان سيسا، واحرز مازن الهدف في الشباك الكونغوليه. استلم كورته، عمل ارتقاء عالي ووسع لنفسه وحط الكوره ماجنا براد حارس المرمى اللي نزل رقم 16 دلوقتي. لسه كنا بنقول لحضراتكم على نتائج اللقاءات وعلى الدور الثاني ان شاء الله منتخب مصر
هيقابل غالبا تاني المجموعة الرابعة اللي هي تجمع ما بين تونس وأنجولا وكينيا ونيجيريا، وغالبا هتبقى تونس في المركز الأول وأنجولا في المركز الثاني، ومصر هتبقى في المركز الأول، والمنافسة ما بين بقى غينيا ما بين الكونغو وغينيا بعد ما غينيا فازت على الكاميرون أيضا في لقاء اليوم. تاني أوكوكو ومحاولة التصويب، لكن عبد الرحمن فيصل والدفاع والمصري وعلي زين ونظرات التركيز والحديث الجانبي على دكة البدلاء وبنك الاحتياط لمنتخبنا الوطني. مالوندا لكيبي، إيالا، أوكوكو، أوكوكو والتصويب، محمد علي وقاف المرمى تماما، وتطلع رمية مرمى لصالح منتخبنا الوطني. وادي أوكوموروتش وتشيكايا جابريل الجهاز الفني لمنتخب الكونغو، الجهاز الفني والإداري، تابتي يونس المدير الفني اللي على الخطوط قدام حضراتكم. تصويبه وتصدي، لكن كان فيها دفعة ودفاع على سند عن طريق اللاعب رقم 96 فيصل على الدايرة لمحمد ممدوح، استلم الكورة، كورة جميلة اهي، اسيست فيصل، استلم محمد ممدوح وهو بيقع، عملها له سبين ذريست كده، لف الكرة بريست ايده عشان تعمل سكرو في الارض وتروح لمحمد ممدوح، ويحرز بيها محمد ممدوح الهدف 28. 28 مصر، 14 الكونغو. بنلعب في الدقيقة 17 من زمن واحداث الشوط التاني. اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان، محمد علي والتصدي لسيف الدرع لمهاب، يقف مهاب ويهدي كورته ويقع الدفاع، فيصل ومنه ليه الجناح مازن رضا لاعب نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني. مازن رضا احد اللاعبين المنتقلين من نادي مصر البترول الى نادي الزمالك، الجناح الطائر مازن رضا. سيف الدرع تاني كورة، المرة دي ما بين سيف الدرع وما بين محمد ممدوح، لكن كان فيها دفاع أو يعني مسك كده من سيف، فعلى طول احتسبها الحكم فاول عكسي على الهجوم المصري، وكورة تتلعب رمية الإرسال بعد ما أحرز الكونغو الهدف الخمستاشر، وتوصل لعبد الرحمن فيصل اللي توغل وتعمق واخترق الدفاعات الكونغولية وحاول يصوب، لكن رقم 90 تاتي كوستوس كوستودس بيمنعه ويقف في طريقه ويتبقى صفارة وفاول، وتوصل الكرة على طول تاني من مازن بعد ما قطع وغير مركزه من الجناح من الليفت وينج إلى الدايرة من سيف الدرع، استلم ولف ودار وسجل باقتدار الهدف في الشباك الكونغولية. وادي باستور وادي علي زين، وهو بيوضح لي علي زين على الهجمة اللي حصلت، وادي باستور أيضا وطبيب منتخبنا الوطني دكتور محمد شوقي، وتصويبه بقى، وادي محمد علي زعلان ان الكرة الدفاع يعني ما قامش بدوره في هذه الكرة، لانه ما بيكونش شايفها. اعزائي المشاهدين، اللاعب اللي بيجي بيصوب بالاختراق ومن بين المدافعين بيبقى الدفاع حاجب الرؤية عن حارس المرمى. 29 مصر 16 الكونغو، بنلعب في الدقيقة 19 من زمن واحداث الشوط الثاني. اعزائي المشاهدين، قلنا نتائج المجموعات وقلنا ترتيب الفرق، وقلنا ان مصر دي البطولة رقم 7 للأمم الأفريقية اللي تستضيفها مصر. أعزائي المشاهدين، يمكن مصر استضافت هذه البطولة، البطولة رقم 26 للأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال،
تحت رعاية سيادة الرئيس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 2024، وأيضا استضافت مصر في 22 واستضافت في 2016 و2010 و2004 و91 و83. يمكن أكثر دولة أفريقية استضافت بطولة الأمم الأفريقية هي مصر، اللي الحقيقة لما بتنظم البطولات بتقدم كل إبهار وكل إعجاز وكل تنظيم على أعلى مستوى، وكل راحة لكل الإخوة الأفارقة من جميع المنتخبات وجميع الدول. محمد ممدوح بتقع الكرة من إيده، حاول يعملها عرضية لعبد الرحمن فيصل لكن بتطلع رمية جانب، وآدي رقم 16 ماجنا براد حارس المرمى بيلعب رمية الجانب توصل إلى تاتي كوستودوس، ونزل دلوقتي رقم 11 مالونجا هابيزيتش في الجناح الشمال اليمين الوينج رايت أو الرايت وينج لمنتخب الكونغو، وأوكوكو في الليفت باك، وفي نص الملعب بيلعب مالوندا مابيلي، وتغيير في المراكز ولسه آدي محمد علي بيقفل تماما. قلت لحضراتكم مرة واثنين وتلاتة واربعة، وآدي كرة توصل لسند اللي بيخش ويحرز الهدف الثلاثين لمنتخبنا الوطني عشان يزيد الفارق إلى 14 هدف أعزائي المشاهدين. وآدي ارتقاء على القدم العكسية كده على رجليه الشمال، وهو لاعب أشول بيصوب بإيده الشمال عشان ما ياخدش خطوة تلمس قدمه خط الستة متر أو يخش من جوه الستة متر، فعلى طول بيعمل جامب برجله العكسية على رجله الشمال ويحط الكرة برست إيده كده من فوق حارس المرمى يخدعه ويسجل بيها الهدف الثلاثين. نجم نيم الفرنسي ونجم الدوري الفرنسي محمد سنن، تصويبة تاني بعد اختراق، ومحمد علي بعد نجاح في التصدي، لكن عبد الله فاي وفاضل ديوب الطاقم التحكيم السنغالي اللي بيقود هذا اللقاء بيطلقوا صافرتهم رمية السبع أمتار. هنشوف هينجح محمد علي برضو في التصدي، لا بينجح المرة دي لكيبي أليلا رقم 9 في إحراز الهدف 17. وآدي كابتن نور أبو زيد مدير الفريق بينظم عملية التغييرات اللي بتحصل في الحالة الدفاعية والحالة الهجومية عشان ما يحصلش أي عقوبات على منتخبنا ولا أي إيقافات. عبد الرحمن فيصل لمحسن رمضان، وآدي محمد ممدوح بقى القوة، وآدي دفاع عن طريق مين؟ عن طريق إيكاما إيباتا. شايفين حضراتكم عمل تحويط لمحمد وماسك محمد ممدوح يعني وشايله في الهواء، حاول محمد ممدوح هاشم يستغل قوته لكن معاها صفارة وفاول ورمية حرة على منتخب الكونغو. الدرع سيف لرمضان محسن فيصل، عبد الرحمن يحاول يخش ويغير اتجاهاته ويخش بين واحد واثنين بين 11 مالونجا، وآدي واقع محسن رمضان على الأرض وهينزله على طول الدكتور محمد شوقي، وآدي الإعادات اللي فيها الإفادات، وإخوان كارلوس باستور وكريم هنداوي كاتونجا السد العالي لمنتخبنا الوطني ومحمد علي، وأهي شايفين إعادات للهجمة الماضية وصفارة وفاول ورمية حرة، وآدي الكرة اللي تصاب فيها محسن رمضان ووقع على الأرض. واقفين الملعب هنشوف على طول نزل له هو الدكتور محمد زي ما قلت لحضراتكم محمد شوقي طبيب الفريق طبيب منتخبنا الوطني، وآدي أيضا في مستشفى الفراعنة سيسا بعد ما خد كدمة في ركبته الشمال كده حاطط الكمادات والتلج، ومحسن قايم بيتألم ومعاه كل منتخبنا وإبراهيم المصري وعلي زين بيتمنوا له السلامة وإن شاء الله استكمل. وآدي جانب بقى من فراشات كرة اليد المصرية، وآدي محسن واضح الألم على ملامح وتعبيرات وجهه إن شاء الله تكون بسيطة، وجانب من الحضور أيضا في المدرجات المصرية
ومشجعين ومؤازرين منتخبنا المصري اللي عارفين دايما جمهورنا اللي بيحضر المباريات في المدرجات، انه عارفين ان منتخبنا الوطني لكرة اليد للرجال هو صاحب البسمة وصانع السعادة على الوجوه المصرية، وعارفين انه مش هيخذلهم ابدا في اي لقاءات اللي بتقام على ارض مصرنا الحبيبة وارض المحروسة، ودايما بيحرصوا على الحضور من ارض الملعب. ادي محسن رمضان والاثار يعني التألم واضح انها كده خد كدمة في الضلوع جهة اليمين، ضلوع الصدر كده جهة اليمين، لكن ان شاء الله يكون بخير وما فيهوش اي اصابة تعوقه على اللونج ران للقاءات القادمة ان شاء الله. استأنفنا اللقاء مع حضراتكم، مهاب لسيف الدرع لمحمد ممدوح، لكن كان لامس خط الستة متر وظبطه على طول عبد الله فاي وصفر وفاول ورمية حرة. وادي اهو مازن رضا يطلع محمد ممدوح وينزل عبد الرحمن فيصل رقم 10 بيلعب في دفاع في المركز رقم 3، وعلى يمينه خالد وليد ايضا هو في المركز رقم 3 في الدفاعات المصرية. يبقوا الثلاثات عبد الرحمن فيصل وخالد وليد، والاثنينات هو مهاب سعيد وسيف الدرع، ورقم 1 في الشمال واليمين هو سند وخيري، وفي المرمى محمد علي. ده تشكيل الستة صفر اللي قلت لحضراتكم عليه. اختراق كده وظبطه على طول بقى هنا مرة دي فاضل ديوب ظبط الهجوم الكونغولي، وعلى طول صفارة وتبقى رمية حرة لمنتخبنا الوطني، وتوصل لخيري اللي اخترق وتوغل واخترق الدفاعات الكونغولية وصوب، لكن لسوء حظه تيجي على يمين حارس المرمى في القائم والعرضة وتطلع بره، ما تعانقش الشباك عشان تبقى كرة لصالح منتخب الكونغو. محمد علي والتركيز هيقطع الجناح الشمال اليمين رقم 11 مالونجا عشان يعمل زيادة عددية ناحية الكرة على الدفاعات المصرية. وادي يونس تابتي المدير الفني لمنتخب الكونغو. نزل دلوقتي بقى زي ما قلت لحضراتكم إساسي اللي هو المحرك لمنتخب الكونغو، وآدي سند دخل من الرايت وينج بعد الهجمة المرتدة السريعة وحاول يصوب، لكن تيجي في وجه حارس المرمى رقم 16 ماجنا براد، ورايح له سند بكل روح رياضية يطمن عليه ويتمنى له السلامة. هيك الإعادة وصوب سند، يمكن الكرة جت في جانب الوجه ما جتش في الوجه بالكامل، هي الإعادة جت يعني عند حجبه اليمين اليمين كده، لكن طبعا قعد حارس المرمى في الأرض عشان يحصل سند على الإيقاف لمدة دقيقتين. لو جينا نقول لحضراتكم كده سريعا في هذا التوقف على ترتيب المجموعات حتى الآن، عندنا كاب فيردي على رأس المجموعة الأولى بأربع نقاط من مباراتين، ليها 97 هدف وعليها 40 هدف. الكونغو الديمقراطية تاني بأربع نقاط أيضا من لقائين وليها 78 هدف وعليها 41 هدف. أما رواندا وزامبيا هي ثالث ورابع المجموعة. أما المجموعة التانية فمصر على رأس المجموعة التانية ده تاني لقاء اللي بتلعبه، يعني لو اعتبرنا ان هذا اللقاء سوف ينتهي ان شاء الله بنتيجة فوز منتخبنا الوطني، هيبقى مصر عندها اربع نقاط من لقائين، وايضا حتى الان ليها 63 هدف وعليها 32 هدف. اما منتخب غينيا فبيجي في المركز التاني من لقائين بنقطتين، وأيضا الكاميرون في المركز الثاني بنقطتين من لقائين، لكن غينيا ليها 38 هدف وعليها 52، أما الكاميرون فليها 44 وعليها 44.
المجموعة الثالثة المغرب على رأس المجموعة بنقطتين من مباراة واحدة، والجزائر في المركز الثاني بنقطتين من مباراة واحدة أيضا. المجموعة الثالثة أنغولا في المركز الأول على رأس المجموعة الرابعة بأربع نقاط من لقاءين، ثم تونس من نقطتين من لقاء وحيد، وأيضا ليها لقاء تاني هتلعبه، وبعدين هيبان ترتيب المجموعات. استأنفنا اللقاء مع حضراتكم. آدي تاني اهو بيخش رقم 15 إساسي بوريل الليفت باك اهو اللي راجع قدام حضراتكم. لاعب عنده اللمحات المهارية وفنيات كرة اليد، استلم كورته وراح عمل الارتقاء، طلع محمد علي فوق ونزل برست ايده، عمل كرة سبين ذا ريست كده، لف رست ايده ولف الكرة سكرو في المرمى. ابتدى منتخب الكونغو يعدل طريقته الدفاعية تاني بهجوم ضاغط، دفاع ضاغط على منتخب مصر، وبتوصل الكرة لأكرم يسري اهي من مهاب لأكرم، دخل لكن كان في دفاع من داخل الستة متر وهو بيخرج يعني برجله عق كده اهو بيحاول يبعد، اعاق اكرم يسري اللي نزل مكان سند لحصوله على الايقاف الدقيقتين، وحصل اكرم على الرميه الجزائيه. مهاب سعيد في مواجهه مجنى، مهاب ومجنى، ينجح مهاب في احراز الهدف ال 32. خلاص بنلعب في المنحنى والمنعطف الاخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان من زمن واحداث الشوط الثاني. 32 مصر 18 الكونغو، بنلعب في بداية الدقيقة 28. بكده نقدر نقول مبروك لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله حظ أوفر في اللقاءات القادمة لمنتخب الكونغو، ونتمنى أن منتخبنا يعني يوصل إلى أعلى مستوى فني في هذه البطولة مع تقدم البطولة والأدوار المتتالية، عشان إن شاء الله ما تحصلش أي إصابات لا قدر الله لمنتخبنا. يمكن منتخبنا كمان كان ضم بعد ما شارك في الدورة الودية الدولية في الدنمارك اللي جمعت ما بين مصر والدنمارك وهولندا والنرويج، واستطاع منتخبنا الوطني ان هو يعني يقارع ويصارع كبار اوروبا ويفوز على المنتخب الهولندي ويفوز على المنتخب النرويجي ويهزم من منتخب الدنمارك صاحب الارض والجمهور في لقاء الحقيقه كان ممتع وقوي، وأداء منتخبنا كان من ده في الدوري الذهبي الجولدن كاب في إطار استعداداته لهذه البطولة، بطولة الأمم الأفريقية 26. وأيضا يمكن منتخبنا قابل المنتخب السعودي الأول وفاز عليه 33-27 في أول لقاء، وفي تاني لقاء برضو فاز منتخبنا الوطني 33-26. أيضا منتخبنا قابل المنتخب الألماني في ألمانيا في لقاءين وديين، اللقاء الأول انتهى بالتعادل 31-31، واللقاء الثاني يعني يمكن ألمانيا استطاعت إن هي تفوز على منتخبنا الوطني بفارق هدف واحد وفي الثواني الأخيرة 28-27. وقبل انطلاق هذه البطولة قابل الكونغو الديمقراطية، واستطاع منتخبنا الوطني إنه يفوز على الكونغو الديمقراطية وليست الكونغو اللي بنلعب أمامها اليوم أعزائي المشاهدين بنتيجة 37-21. وبيخش في هذه الأثناء مازن رضا من الجناح الشمال يعمل ارتقاء عالي جدا ويصوب ويحرز الهدف 33 عشان يزيد من آلام وأوجاع منتخب الكونغو ويزيد من فارق الأهداف إلى 15 هدف. نلعب في الدقيقة 29 أعزائي المشاهدين، وادي طالع على طول مالونجا بيحاول يعمل ارتقاء عالي لكن ينزل بدريبلاية والدفاع قافل تماما منطقة الستة متر لمنتخبنا الوطني، تبقى فاول عكسي على الهجوم الكونغو. كرة عرضية قطرية من مهاب سعيد لسيف الدرع، حاول يلعبها الخيري تقع منه ويلمها خيري لمهاب. خلاص متبقي حوالي
50 ثانية على زمن ونهاية أحداث الشوط الثاني واللقاء. أعزائي المشاهدين، مبروك منتخبنا الوطني، وإن شاء الله نتمنى السلامة لكل لاعبنا عشان ما تحصلش أي عقة ولا إصابة، وبيخش خيري ويصوب خيري ويسجل خيري ويحرز الهدف الأربعة وثلاثين. أهي الإعادة، هي ارتقاء عالي وراح وتوغل في الدفاعات والثغرات المفتوحة في الدفاعات الكونغو ويحرز الهدف الأربعة وثلاثين، والإعادة اللي فيها كل الإفادة. 20 ثانية على زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة. أعزائي المشاهدين، منتخب الكونغو بيحاول يقلل الفارق وفعلا ينجح في إحراز الهدف التسعتاشر، ومتبقي خلاص، وادي مهاب تصويبة بره المرمى وبره الثلاث خشبات، ومعاها صافرة نهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة. أعزائي المشاهدين، بفوز منتخبنا الوطني 34 مقابل 18 الكونغو برازافيل، ومبروك منتخبنا الوطني وهارد لك لمنتخب الكونغو. ويتبقى بس مع حضراتكم ان احنا نشوف مان اوف ذا ماتش او البيست بلاير او الام في بي، وادي اللاعبين بيحيوا بعضهم البعض، ويتبقى فقط اعلان هو مين رجل المباراه ومان اوف ذا ماتش وبيست بلاير. وادي تشجيع الجمهور المصري في المدرجات، مدرجات الصاله الرئيسيه باستاد القاهره الدولي، بمجمع صالات واقف الفرقتين يحيوا بعض. وادي تحية من اللاعبين للجمهور المصري في المدرجات. شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا في هذا اللقاء، ويتبقى زي ما عودتنا قناتنا قناة النادي الأهلي أعزائي المشاهدين إن هي تنقل لكم كل كبيرة وصغيرة في معظم وأغلب الأحداث الرياضية، وده اللي احنا بنتابعه مع حضراتكم والجمهور المصري والتشجيع. وآدي الإعلان عن البيست بلاير أو مان أوف ذا ماتش، ده اللي هنشوفه وهنقول لحضراتكم عليه لما نستمع للمذيع الداخلي مين هو مان اوف ذا ماتش في هذا اللقاء. اعزائي المشاهدين، قلنا لحضراتكم ان اللقاء الافتتاحي اللي كان بين مصر وغينيا استطاع كاتونجا كريم هنداوي ان هو يكون مان اوف ذا ماتش، اما النهارده هل هيرد عليه محمد علي؟ هو مهاب سعيد. مهاب احد الطيور مهاجرة، وادي الكابتن عمرو صلاح امين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد بيسلم مهاب سعيد، لاعب النادي الاهلي السابق، لاعب مواليد 2003، نجم منتخبنا الوطني واحد قاذفات اهداف منتخبنا الوطني. مبروك مهاب، مبروك منتخبنا الوطني، شكرا لحضراتكم اعزائي المشاهدين. ويطير الميكروفون سريعا الى الزملاء، الزميل هيثم السعيد بالاستوديو التحليلي، وأيضا ضيوفه الكرام الكابتن فوزي فضالي والكابتن سامح لبيب، وكان معكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب. فلا تذهبوا بعيدا، إلى أن نلقاكم في لقاءات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.